معنا الأستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أهلا بك أستاذ خليفة. والحكومة بتولي اهتمام كبير الآن لسيناء، خصصت الدولة حوالي 8 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتنمية سيناء، كل هذا طبعا ونحن نكافح أيضا اقتصاديا بسبب فيروس كورونا، لكن لم تنسى الدولة أن تولي نفس الاهتمام إلى سيناء في موازنتها الجديدة. تريد الدولة يعني الحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، أعطاء دفعة تنموية للمناطق الواعدة، توفير فرص عمل للشباب، كل هذا هو موجود في عقل وذهن الدولة المصرية. تعليقك. نعم بالفعل حضرتك، يعني الدولة المصرية تولي اهتمام كبير جدا بالتنمية في سيناء، ونحن نحتفل اليوم بالذكرى 47 للانتصار العظيم نصر اكتوبر والعاشر من رمضان مرور 47 عام. اعتقد ان سيناء على موعد ايضا منذ الارض الغاليه ارض الفيروز على كل مصري، على موعد ايضا من مشروع تنموي الحقيقه لم تشهده ارض سيناء منذ الازل. هذا المشروع الحقيقه زي ما ذكر السيد الرئيس استثمارات تصل الى 600 مليار جنيه. شفنا الحقيقه ومن يتابع ويرصد حجم المشروعات التنمويه في كافه المجالات، هو مشروع قومي عملاق تشهده سيناء بكل الدقه وبدقه شديده. هذا المشروع يستهدف رفع نسبه مساهمه سيناء اقتصاديا في الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 4.5% او 5%، ايضا تنميه شامله عمرانيه لسيناء. هذه المشروعات اللي حضرتك ذكرت النهارده الان في التقرير، ان كما ذكرت سيادتك الدوله خصصت 8 مليار جنيه في الموازنه المقبله العام المقبل 2021، هذا الحقيقه يمثل استكمال لحجم المشروعات التنمويه الكبرى في سيناء التي تستحوذ على سيناء. يجب ان نشير هنا الى ان سيناء تستحوذ على نحو 25% من إجمالي المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية خلال السنوات الخمس الماضية. نحن كنا نتحدث منذ عودة سيناء الغالية في 82 إلى حضن الوطن عن مشروع قومي ضروري ومهم واستراتيجي لتنمية وتعمير سيناء، ولكن هذا المشروع تم الحقيقة تأجيله أو لم يشهد ارض الواقع على ارض الواقع الا عندما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، وهناك انطلاق لمشروعات تنمويه وتنفيذ على قدم وساق لهذه المشروعات، مشروعات الانفاق. صحيح، يعني مشروعات الأنفاق بالذات هي مشروعات مهمة جدا أستاذ خليفة، لأنها ربطت يعني الوادي بسيناء، وهذا كان مطلوبا من قبل. نعم، لأن دي أول مرة في التاريخ سيناء يتم ربطها بمدن القناة. صحيح. وهذا أيضا يدخل ضمن مشروع تنمية وتعمير سيناء، لأن أصبح الآن الانتقال من وإلى سيناء سهل جدا، هناك مشروعات، وبالتالي ده بيمهد الطريق، لأن شبكة الطرق والأنفاق وربط سيناء بالوادي والدلتا ومدن القناة يأتي ضمن مشروع القوم لتنمية وتعمير سيناء. مشروعات في قطاع الصناعة، شفنا حضرتك مشروع مجمع الرخام، شفنا مشروع تطوير مصنع أسمنت في العريش، شفنا تطوير ميناء العريش، تطوير ميناء شرق بورسعيد، إقامة مدن جديدة عمرانية جديدة في الطور وبئر العبد وفي رفح وفي جامعة لأول مرة لها ثلاث فروع في سيناء، شبكة طرق متكاملة. كل هذه الحقيقة المشروعات التنموية الكبرى تعكس رؤية استراتيجية للحقيقة لتنمية وتعمير سيناء، وبالتالي ضمن الأمن القومي الاستراتيجي لمصر. وهذا الحقيقة لنا أن نفخر أن ونحن نحتفل اليوم بذكرى 47 على الانتصار الأكتوبر المجيد، الحقيقة أن سيناء أيضا تشهد طفرة تنموية لم نكن نشهدها من قبل منذ عودتها، وأيضا عبر طوال التاريخ الماضي. والحقيقة أيضا يجب أن نشير هنا بكل فخر واعتزاز إلى دور قواتنا المسلحة. صحيح. ونحن نتحدث اليوم وفي هذه اللحظة تعلن قواتنا المسلحة الباسلة والعظيمة ورجال شرطتنا أنهم انتصروا وضحوا الإرهاب وقتلوا 126 إرهابي
كنسوا أرض الوطن وحاولوا عبر السنوات الماضية أن الحقيقة يهزوا الثقة والأمن في سيناء الغالية، إلا أن قواتنا المسلحة الباسلة تعطي درسا عظيما ليس فقط في دحر الإرهاب ولكن أيضا إقامة مشروعات التنمية الشاملة والكبرى في سيناء. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي.